خلينا نتابع مع اخر قضيه ليلى، واكيد رح ارجع كل ارائكم اللي عم تطرحوها وقريها على الهواء. مبدئيا كل مواطن متزوج وعنده اولاد المفروض انه يكون متزوج على الورق، بس فعليا وسيم الحسين تزوج وصار عنده 4 اولاد ولكن بعده اعزب. بلبنان كل شيء بيصير. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نعلق عليه. انا من عكار احرار سجلي 36. انا متزوج من سنه 2005 والله طعمني 4 اولاد، بي لي 4 اولاد، عبير وناديه وسلام ومحمد، وما زلت عند الدوله اعزب. تزوجت، كتب لي الشيخ كتابي والله طعمني اول ولد، رحت لحتى ثبتها، طلعت مني مزوج اعزب، رحت على المحكمه طلعت منه مثبتها بالمحكمه، وقالوا لي هذا الشيخ ضيف الله الزعبي وموقف وشو الله علقك فيه، انت واحد من المليون. ورجعنا نضلنا ويعني عم جيب يعني عملت واجبي لاعمل لهم هويات لاولادي يعني، وعملت الملف من جديد واعطيني وثيقه الزواج من المحكمه الشرعيه. صوت على دائره النفوس قال شلح الملف وبوجي، قال لي اسا بدك تحقيق وامن عام وعندك ملفات اصلا هلا ما بتخلص يعني، ورحت على مخفر وعمل معي تحقيق ورجعت حولوني امن عام، وما بسكن بيحولوني لامن عام. انا بس يمرضوا بناتي بروح عند اخي، عند بلد اختي ولاد اخي، بستعير هويتهم وباخذهم على حكيم او مستشفى. عن جد صعبين، الله لا يدوق لحدا. 6 سنين لازم تدخل مدرسه مع حرام، اخواتي 2 3 سنين ونص 4 سنين حيصيروا ما فيني ادخلهم مدرسه. عن جد تعبت كثير، والله تعبت. يعني ما بس بدي هويات لاولادي وما بدي شيء. الشخص اللي عم يساعدني بيقول لي هو ملفك عند امن العام بحلبه. يعني بده بس فحص الدي ان اي بيطلع على القاضي. يعني ما بعرف، فحص الدي ان اي بيخنق، والله بيخنق. بدي اشتغل سنه لطلعوني، ما معي. يعني بخسر اولادي مشان فحص الدي ان اي. الله ما قوله. بس يا بابا خلاص يا قلبي، بتمنى تساعدوني عجد بتمنى. بعد رح نبكي ورح نبكي، وكل اللبنانيين بعد رح يبكوا من تقصير الدولة اللبنانية وهيدا القانون يلي صار له عشرات السنين ما بيتعدل وما بيتزبط. باختصار اليوم وسيم تزوج مثل ما بيفرض عليه الدين وبالطريقة الشرعية، وقدام الشيخ الزعبي وولاده شرعيين ما راح جابهم بطريقة مش شرعية. أولا الشيخ ما سجل زواجه بالمهلة يلي مفروض يسجلوا فيها، وإجي ولاد وصار وقت يفوتوا على المدرسة. يعني بالقانون وبسبب إهمال الشيخ الزعبي ولاده لوسيم غير شرعيين ومش موجودين أصلا، فراح وسيم أخذ الأوراق من الشيخ سجل زواجه بنفسه بالمحكمة الشرعية، وهيدا كان من المفروض أصلا يكون شغله للشيخ لحتى يعمله مش شغله لوسيم. أخذ وراقه كمان رجع وراح على دائرة النفوس العبدي بالشمال، وهون ببلش الروتين الإداري بلبنان يلي بشربك الناس ببعضها بدل ما يكون لخدمة الناس، وبدل ما القانون يكون لخدمة العالم ويساعد العالم بعرقلهم. قالوا له أنت ملفك بده تحقيق وسين وجيم، وهيدا يلي صار يروح من مخفر لمخفر ومن تحقيق لتحقيق هو ومرته، ويحققوا معهم ويسألون مليون سؤال عن زواجهم وعن أولادهم، حتى جابوا الحكيمة يلي ولدتهم يلي ولدت له أولاده. بس يلي بحير أكتر بهيدا الموضوع واللي بنسأله الليلة على الهواء بإنت حر، إنه زواج وسيم مسجل بوزارة الداخلية اللبنانية والوثيقة موجودة معنا، بس كل ما بيطلع إخراج أيد أو كل ما بيطلب إخراج أيد بيطلع أعزب. نكتة يعني، زلمة بيطلع أعزب زواجه مسجل بلبنان بدائرة النفوس بوزارة الداخلية. وأكثر من هيك قالوا له أنه آخر تحقيق معك لازم يكون بالأمن العام، وأنه لازم يعمل فحص دي ان اي ليقدر يثبت أنه هو بي الأولاد، وفحص الدي ان اي بكلف كتير من المال
لبي بعتقد بيشتغل بكافيتيريا مصرف لبنان بالشمال لحتى يعيش ولاده. من وين بده يروح يجيب 3000 دولار كلفة الدي ان اي لحتى يثبت للدولة اللبنانية؟ لأنه القانون عنا ماشي من سنة الأربعين ومن سنة الخمسين ومن سنة الستين ليقلها للدولة اللبنانية أنا عملت دي ان اي وهودي فعلا ولادي، مع أنه زواجي مسجل ومع أنه هودي عن جد ولادي وأنا جايبهم، بس أنت ما بدك تصدق يا دولة اللبنانية. وأكتر الزلمة أمي وغير متعلم، في كتير ناس مش عيب واحد يكون أمي هيدي ظروف الحياة، بس للأسف لأنه ما أنه متعلم في كتير ناس عم تستغل جهله بالأمور القانونية، في كتير ناس عم تضحك عليه، في كتير ناس عم تاخد منه مصاري بحجة أنه رح يحلوا له مشكلته. لهيك لجأ هالمواطن لبرنامج أنت حر، ونحن عطول مع صاحب الحق لحتى يوصل له حقه. هالزلمة عم يتبهدل هو وعائلته، ولاده بالبيت بلا مدرسة، تخيلوا عم بيروح يجيب هوية ولاد خيه، إذا في بنت من بناته بدها تفوت على المستشفى لا يقدر يفوتها على المستشفى. والله حرام واحد يكون عنده ولاد، ولاد جايبهم وتعبان فيهم وعم بيربيهم، ما بتعترف له فيهم دولتنا او قانوننا بلبنان، ليش؟ بسبب تقصير، هو ما له ذنب فيه. وهالزلمه ما له الا انتحر. لهيك نحن ابتداء من بكره رح نوجه كتاب بكره ظهرا الى معالي وزير الداخليه والى مدير عام الامن العام، ونضلنا نسال لحتى تنتهي قضيته لوسيم باذن الله. وعد منا لوسيم على الهوى الليله بالقريب العاجل ان شاء الله، طالما انت صاحب حق رح نرجع نشوف تقرير ببرنامج انت حر مع اخراج ايد مكتوب عليه كلمة متزوج ومع اولادك مسجلين ورح تقدر تفوتهم على المدرسة باذن الله وترجع كرامتك، لانه كرامتك سلبت منك بسبب القانون المعفن بلبنان بسبب السلطة التشريعية اللي هن النواب اللي عم بيطالبوا لزودة واللي المفروض انه شغلتهم يعدلوا القوانين وينصوا القوانين، وطلع كل نايب بس انعملت احصاءات عامل اقل من قانون بكل فترة التولي والنيابة. للأسف هودي العالم بالاسم سلطة تشريعية، وهودي بالعالم هودي عالم بالاسم بشرعه 0.1 0.15 لكل نايب، 128 نايب كل واحد منهم مشرع 0.15، يعني ما في قانون لنايب، تخيلوا يعني ما بعرف شو بيعمل كل السنة، يمكن بيعمل خدمات انتخابية، يمكن بيعمل أشياء تانية وهيدا ملف تاني بنحكي فيه. لكل حدا قبل ما نختم بحب يتصل على الهوى ويرفع الصوت ويكون حر. الأرقام عم تمرق هلا على الشاشة، بتقدروا تتصلوا وتحكوا.